أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الاقتصادية، أبدأها بالعناوين. الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وإعفاء الديون الخارجية. وزير المالية والتخطيط الاقتصادي يبحث مع المؤسسة الدولية للتمويل فرص الاستثمار بالسودان. وزارة الصناعة والتجارة تصدر قرارا وزاريا بمنع الأجانب من ممارسة التجارة. أهلا بكم مشاهدين. أكد الاتحاد الأوروبي دعمه لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعفاء ديون السودان الخارجية. وقال كريستوف بليارد نائب الأمين العام للشؤون السياسية بجهاز العمل الخارجي الأوروبي إن زيارة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى بروكسل تأتي في إطار مناقشة ملفات اقتصادية وإجراء لقاءات بوزراء دول الاتحاد الأوروبي وعدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي. وأكد دعمهم للسودان في مسارين، يتمثل الأول في دعم البرامج الاجتماعية والاقتصادية وإجراء محادثات مع واشنطن لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب توطئة للدخول في المسار الثاني الخاص بمعالجة ديون السودان الخارجية. بحث وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي مع المؤسسة الدولية للتمويل التابعة للبنك الدولي فرص الاستثمار المتاحة بالسودان في المجالات المختلفة، وأشار لحاجة السودان للاستثمار وتحسين بيئته بصورة عاجلة بجانب خلق تنمية متوازنة ما بين جميع ولايات السودان وخلق وظائف عامة للشباب خاصة للشباب. جاء ذلك لدى اجتماعه بوفد المؤسسة الدولية للتمويل برئاسة شيخ عمر سيلة المدير القطري للسودان وجنوب السودان. وأشار البدوي لرفع القيمة المضافة من القطاع الزراعي والمروي والمطري والقطاعات الأخرى. أصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني قرارا وزاريا بمنع الأجانب من ممارسة التجارة، وينص القرار بحظر غير السودانيين الحاملين للجنسية السودانية بالميلاد من ممارسة النشاط التجاري في مجالات إجراءات الصادر والاستيراد إلا بموجب قانون الاستثمار أو اتفاقيات حكومية خاصة، وكذلك حظر التواجد بالأسواق المحلية وممارسة عمليات البيع والشراء سواء مباشرة أو عن طريق وسيط محلي. ونص القرار على أن كل من يخالف هذه القرارات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية بموجب القوانين واللوائح المقيدة لذلك. كشفت وزارة الطاقة والتعدين عن اتجاه لتخصيص نسبة 1% من عائدات إنتاج شركات التعدين لصالح المجتمعات المحلية المحيطة والتي تقع فيها امتيازات شركات التعدين بالولايات للإسهام في المشروعات التنموية والخدمية بالمناطق المعنية. وقال وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم إن وزارته ستقوم بتخصيص هذه النسبة لصالح المجتمعات المحيطة بمناطق الإنتاج للمساهمة في المشروعات الصحية والتعليمية وإصحاح البيئة، لافتا إلى أن التنفيذ سيبدأ بولاية جنوب كردفان لتكون أنموذجا لبقية الولايات خاصة محلية تلودي. ناقش مجلس الوزراء تقريرا حول منهجية وموجهة إعداد موازنة العام المالي 2020 قدمه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي. وتضمن التقرير عددا من السياسات والإجراءات في مجالي الإصلاح الاقتصادي وتحسين معاش الناس وخفض معدلات الفقر وإصلاح أجهزة الدولة وتحقيق الأمن وسيادة حكم القانون بالتركيز على ما جاء في برنامج وأولويات الحكومة الانتقالية. وشدد الاجتماع على ضرورة زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والخدمات خاصة في الولايات ومراجعة الخدمة المدنية ومعالجة التشوهات في المرتبات والأجور. وجه والي ولاية الخرطوم أحمد عبدون حماد وزارة التخطيط العمراني بتوفير 6000 قطعة سكنية خلال 3 أسابيع لصندوق الإسكان والتعمير للبدء في تنفيذ السكن الشعبي للمستحقين القدامى والذين صادق الوالي لهم مؤخرا بإسكان الشعبي. جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بقيادات وزارة التخطيط العمراني بحضور عدد من الجهات المختصة. وأمن الاجتماع على النظر في إنشاء المرافق الخدمية بمشروعات الإسكان الجديدة من خلال اجتماع يضم وزارات المالية والصحة والتربية والتعليم والبنى التحتية. ينفذ مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية ووزارة الزراعة بولاية النيل الأزرق مشروعا لتمويل أكثر من 400 مزارع من صغار المزارعين في القطاع الزراعي في المرحلة الأولى.
وأكد المدير العام لمصرف الادخار والتنمية الاجتماعية أزيان عمر الحادو استعداد المصرف لتمويل المزارعين في النيل الأزرق عبر برنامج التمويل الأصار والتمويل التجاري للمشروعات الاستثمارية الكبرى، مشيرا إلى أن للمصرف تجارب عديدة في تمويل مشروعات تنموية بالنيل الأزرق، منها مشروع إدخال الكهرباء إلى محلية أم درفة والتي يستفيد منها 1600 من الأسر بقيمة 122 مليون جنيه. دشن مشروع الراجحة الزراعية للاستثمارات الدولية زراعة الموسم الشتوي، دشن زراعة الموسم الشتوي مشروع الكفاءة بنهر النيل محلية بربر في مساحة تقدر بحوالي 1575 هكتار، وقطعت إدارة الشركة بعدم تصديرها لأي منتج إلى خارج السودان، وأنها تدعم المخزون الاستراتيجي للدولة بجانب إنشاء مصانع صغيرة ضمن مسؤوليتها الاجتماعية تستوعب العمالة المحلية وتدعم دخل الفرد فضلا عن مشاريع اجتماعية أخرى. كاميرا شروق كانت حاضرة هناك. من أجل المساهمة في زيادة دخل الفرد وتماشيا مع التزاماتها تجاه المسؤولية الاجتماعية، درجت شركة الراجح الزراعية للاستثمارات الدولية في إنشاء مصانع صغيرة في المناطق المأهولة بالسكان بولاية نهر النيل محلية بربر ضمن شركة إفريقيا التابعة لها. فهذا مصنع النيل للتمور منذ إنشائه في 2016 يقدم خدماته ويستوعب العمالة المحلية ويرفع قيمة المنتوج المحلي ويساعد المزارعين في تسويق محصول البلح بأسعار مجزية. والشركة تتنوع في محاصيلها الزراعية وفي المواسم المختلفة، فمن الذرة الشامية إلى الأعلاف، ثم تجربة زراعة الموز والنخيل وتسمين العجول، ثم تحول كل منتجاتها للاستخدام المحلي والاستفادة منها في محاور أخرى. وتضم الشركة أكثر من 97% من الكوادر السودانية بمشاريعها بالسودان، تمضي وفقا للأسس العلمية المدروسة، الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاج. أما المحصول الاستراتيجي القمح، فالمساحة المعتمدة زراعتها هذا العام بمشروع بربر 1575 هكتار، وبدأ المشروع ببذر البذور عبر آلة حديثة من أجل الاستعمال الأمثل للتقاوى. والبذر بواسطة الآلة، احنا شايفينها بأحدث التغالات، الآلة الزراعية الربط للاطمئنان لبدايات الزراعة ولاستعمال الأمثل لمعدلات التقاوي وغيره. ونحن الآن نفتكر أنه الآن مستمر الزراعة الشتوية حتى نهاية البرنامج الموصى بها بإذن الله تعالى. والمشروع يستمر في الزراعة الشتوية عبر المحاور وصولا لنهاية البرنامج الموصى به. قبل الزراعة طبعا ناسرين سماد اسمه دايامونيوم فوسفيت اللي هو داب، دايامونيوم فوسفيت داب اللي هو نسبة الفوسفور فيها 46 والنيتروجين 18%، ده كسماد أساسي كويس. والسماد ذاته حاطينه معدل واطي اللي هو في حدود 200 كيلو، لأن الأرض هنا قلوي فيه نسبة قلوي. القلوية طبعا بنعالجه بأنك تحط له سماد أسمدة حامضية. ومن أجل تقليل التكلفة تم إدخال تقنية الطاقة الشمسية، وبذا تقطع الشركة بعدم تصديرها لأي منتج خارج السودان، بل تدعم المخزون الاستراتيجي للدولة باعتبارها ليست ربحية بل وقف تحقيقا لرؤيتها ورسالتها. مشاريع الراجحية الاستثمارية الدولية والتي تتنوع في المحاور المختلفة وكذلك في العروات الشتوية والصيفية الآن تدخل في تجربة جديدة، تجربة الطاقة الشمسية. ناجي فاروق، الشروق، ولاية نهر النيل، محلية بربر، من داخل مشاريع الراجحية. كشفت إدارة أسواق المحاصيل بمدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان عن دخول 80 من الشركات بجانب 130 تاجر لشراء المحاصيل التي تبلغ 5 أنواع رئيسية، هي الصمغ العربي، السمسم، الفول السوداني، حب البطيخ، السنمكة والكركديه. وأعلنت إدارة أسواق المحاصيل عن اكتمال الاستعدادات والتربية كافة لبدء الموسم التسويقي، فيما وصلت كميات من المحاصيل الواردة من مناطق الإنتاج المختلفة إلى البورصة.